بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطية قناة الهنا. الفيديو عن الملابس، تخفيضات لسه ما زالت مستمرة في الهرم. التخفيضات حبايبي بتوصل ل80%. في حاجات جديدة، موديلات جلابيات صيفي وخريفي وملابس خروج حريمي، وطبعا هنشوف الأسعار كده مع بعض. ولانجري، في موديلات لانجري جديدة لسه منزلينها، امصنم طويلة وامصنم قصيرة. بس ياريت كده بقى قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ياريت اشتراك حلو كده زيكم ولايك. الاشتراك حبايبي اللي هو تحت الفيديو مباشرة، اول جرس اشعارات الكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد. دي ملابس خروج حريمي، الاسعار بتبتدي من 15. دي بلايز او بلوزات حريمي، دي على فكرة خامتها قطن على 15. كل التشكيلة دي اي بلوزة منهم على 15. شايفين شكل البلوزة دي؟ دي برضو خامتها قطن، ادي شكلها، هي بلوزة كاجوال. دي سعرها 20، يا بلاش صراحة، يعني ده ما تسواش حتى حق الخياطة بتاعتها. دي برضو على 20، تلفع البنانيت الصغيرين. هنا برضو بلايز او بلوزات على 15، اي بلوزة من دول على 15. شايفين شكل البلوزة دي؟ دي قطن برضو، الخامة قطن. نشوف كده برضو، دي بلوزات كلها صيفي، في منها لون الاصفر والبامبي، حلو الاصفر الفاتح ده، جميل قوي. في تشكيلات جديدة رائعة من اللانجري، هتلاقوا حبايبي من الدقيقة 3. نشوف برضو بعض الملابس الصيفي الحريمي. جيب بلوزة شتوي او خريفي على 30. هما منزلين صيفي وشتوي، دي الوانها، دي عاملة زي الشال كده. نشوف كده موديلات تانية برضو، دي بلايز شتوي شكلها رقيق قوي، دي على 30. في منها اللون الكحلي والازرق والاحمر. دي سويت شيرت برضو حريمي، شايفين برضو البلوزة دي؟ دي على 30، اي قطعة من دول على 30. هتلاقوا حاجات صيفي وحاجات شتوي. ده قسم اللانجري. دي امصنم طويلة، هنشوف كده الموديلات ونشوف الاسعار. بتبتدي على فكرة من 25. شايفين قميص النوم ده؟ في منه اللون البيج واللون البامبي والاسود، ده على 25. ادي شكله، ده البيج، ده على 30. في منه اللون البامبي اهو. نشوف برضو منديلات تانية من امصان النوم، شايفين القميص ده؟ ده على فكرة قطن وفي زي جبير كده من على الجوانب، ده ب47، بس خامة القطن بتاعته عاملة زي ليها الجل ده الناعم. نشوف كده موديلات تانية برضو من قمصان النوم، شايفين قميص النوم ده؟ ده في زون ناعم طويل، الخامة بتاعته صراحة ممتازة. ده على كام؟ ده على 67. في
في منه لون الموف والاسود والبامبي والبستاج، البستاج اهو. نشوف كده موديلات تانية برضو من قمصان النوم الطويلة. شايفين قميص النوم ده؟ شايفين شكل القميص ده؟ دي كلها موديلات جديدة، في منه الاسود والاحمر، ادي اللون الاحمر منه ده على 67. حاول بس اوريكم شكله كده، الخامة بتاعته برضو حلوة. ادي تشكيلة القمصان. دي قمصان نوم برضو قصيرة على 41، في منه لون الاسود والاحمر والبيج والبامبي. ده على 41. شايفين قميص النوم ده؟ ده قميص نوم قصير برضو. نشوف سعره كده، ده على 47، في منه اللون الكحلي اهو، الشكل بس مختلف شوية، البستاج ورمادي. نشوف بقى قسم الجلابيات الحريمي. دي جلابيات فيسكوز على 30، دي تشكيلة هي منها، اي جلابية منهم على 30، القماشة الفيسكوز اللي هي المريحة دي. نشوف كده موديل تاني برضو من الجلابيات الحريمي. شايفين الموديل ده؟ دي عباية بيتي حريمي، ادي الاشكال قدامكم اهي، دي سعرها برضو على 30. منزلين من الموديلات الصيفي على فكرة تشكيلة حلوة. شايفين الموديل ده؟ خامات الهرم صراحة ممتازة يعني. دي بقى المشجرات، بصوا منزلين من المشجرات والسادة منزلين يعني كل الأذواق وموديلات مختلفة كتير على 30. لا والأذواق هناك صراحة في الهرم بجد يعني الأذواق تحفة وجميلة وعليه إقبال جامد قوي بالنسبة للناس اللي بتفهم في الأذواق، يعني اللي ما بيفهموش في الأذواق دي بقى حاجة تانية. ولولا اختلفت الأذواق لبارت السلع. نشوف كده سعر دي على 40. دي جلابيات بقى حلوة، دي قطن على فكرة، دي تنفع للأمهات برضو كهدايا، دي على 38، نازل منها تشكيلة جامدة جدا يعني، في منها الصيفي ومنها الشتوي. تنفع صيفي خريفي، في منها الشتوي التقيل كمان، اي جلابية من دول على 38. عشان حبايبي اللي كانوا بيسألوني عايزين جلابيات عن عيد الأم يعني. شايفين شكل دي؟ دي برضو على 38، القطن ممتاز صراحة. دي على 38، مفيهاش ولا فتلة بوليستر، كلها قطن. التشكيلة اهي، ادي التشكيلة اهي. وفي كمان على فكرة جلابيات اللي هي الرضاعة، الجلابية سيمبل كده رقيقة يعني، يدوبك فيها بس قصة بسيطة كده من فوق، شكلها صراحة يعني شياكة وحلو. نشوف كده موديلات تانية برضو. دي بقى الجلابيات اللي هي الشتوي تقيلة شوية، دي على 41، شايفين التشكيلة؟ بتبقى
بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في الهرم للملابس الشتوي والصيفي، الملابس الحريمي، شفنا ملابس خروج وجلابيات بيتي وعبايات بيتي ولانجري. يا رب الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم. أقول لكم بقى، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.